ده المطلوب من الجمهور التشجيع مصر منتخب مصر. يعني برضو في شوية قلق كده الفترة اللي فاتت ان الجمهور يعني مش عايز اقول مش مهتم او يعني كان مقصر شوية الفترة اللي فاتت مع المنتخب. يعني اتمنى ان الجمهور الفترة اللي جاية يقف في ظهر منتخب مصر. ده يعني ده منتخب خلاص بعيد من بكرة. بعيد عن الانتماءات يعني اهلي وزمالك. لا لا خلاص احنا مصر. صحيح. يعني في مش هقول كل الجمهور بس في فئه بتعمل كده بتعمل اللي هو زمالك واهلي او اهلي وزمالك. نعم. لكن انا دلوقتي بتكلم طبعا مش صح مع المنتخب في الفتره دي. هو المنتخب انا بدعم بالظبط كله المنتخب بدعم لا اهلي ولا زمالك ولا محل وكله منتخب. لا وكمان الصمت في حاجه. نعم. يعني ما اجيش اقول ايه ما اتكلمش على انتماءات النهارده خالص. اقول ايه لو واحد مصلحه مصر اهم من اي نادي. صحيح. لو واحد مثلا اهلاوي يقول ايه لا لو امام عاشور لو بيلعب في الحته دي مكان مثلا زيزو يبقى احسن. طب ما زيزو كويس مثلا. ابدي مثلا. فالنغمه دي او اللغه دي ده منتخب سواء اهلي سواء زمالك بيأدي خلاص انت واقف ورا منتخب مصر, بالظبط كده. نعم. بعيد عن الانتماءات ولازم يبقى تشجيع منتخب مصر اكتر من الانديه. كان زمان كده. انا ما اعرفش ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت 2006 و8 و10 كلها كده. دلوقتي بقى في تقصير شوية في الجمهور دعم